الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مبنى رئاسة إقليم كردستان. ينضم إلينا مراسلنا مصطفى سلمان ليطلعنا أكثر حول الموضوع وحول جدول أعمال الاجتماع لهذا اليوم. أهلا بك مصطفى، تفضل. نعم أهلا رفاة، أهلا بك. الاجتماع ما زال قائما حتى الآن في مبنى رئاسة الإقليم في إقليم كردستان برعاية مباشرة من السيد جرفان بارزاني. اليوم تعقد الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان اجتماعا موسعا سيناقش ملفات عديدة. يعني في الحقيقة هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود ومساعي حكومية من رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء لاحتواء مناطق الإيمانية تعلمنا من المنصب الإيمانية وكيفية يعني تلبية مطالب المتظاهرين هناك. يعني هذا الاجتماع ضم الحزب الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد أيضا وحزب التغيير هناك. هذا الاجتماع سيناقش ملف آخر هو ملف يتعلق بالأزمة المالية مع الحكومة الاتحادية وكيفية معالجة الأزمة، بالإضافة إلى ملف آخر هو ملف تثبيت الموازنة العامة، تثبيت حصة الإقليم في الموازنة العامة في حكومة بغداد. هذا الاجتماع سيناقش أيضا كيفية دعم الكتل الكردستانية في الحكومة المشاركة في الحكومة الاتحادية. يعني هناك تصريحات من مسؤولين كبار في حكومة إقليم كردستان قالوا أن يعني الحكومة الكتل الكردستانية في بغداد تحتاج لدعم من كل القوى السياسية في إقليم كردستان. لا شك أن موضوع الاحتجاجات السليمانية هو يعني بالدرجة الأولى، ينصب بالدرجة الأولى في هذا الاجتماع كيفية معالجة المشاكل هناك وكيفية يعني توفير الاحتياجات وتوفير مطالب المتظاهرين فيما يتعلق بالرواتب والمستحقات التي من المفترض أن ترسلها الحكومة الاتحادية في بغداد إلى إقليم كردستان ولم ترسلها حتى الآن. هناك وفد سيزور الحكومة العراقية في بغداد وفد كردستاني، وفي النهاية سيتم عرض كافة مخرجات هذا الاجتماع. نحن الآن يعني بانتظار بعد قليل ربما بعد نصف ساعة أو أكثر أو ساعة سيكون هناك مؤتمر للسيد جرفان بارزاني سيتحدث بشكل كامل عن مخرجات هذا الاجتماع. نعم، إذن مشاهدينا الأكرم مصطفى سلمان مراسلنا من أربيل وفانا بكل ما هو مطلوب، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.